السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم ام تي بي ام. اليوم غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا واحد الأداة، هذه اللي كتشوفوها في الصورة، الاسم ديالها الحقيقي بالانجلي سميتها تشين ويب، يعني بحال داك المصوت ديال السنسلة تشين ويب. كنسميوها حنا لاراش. المهم هذه لاراش ديال الكاسيت، كتدخل اللور في داك البوشونط الكاسيت وكيخصنا ندوروها بكلامونيت ولا بساروت. المشكلة ملي كنجيو ندوروها الكاسيطة كتبدا تدور لينا في الخوا، كتبقى تدور لينا في الخوا وما عمرنا ما غادي نقدو نحلوها، يعني كيخصنا نشدوها بأداة بحال هادي. غالبا هادي كتباع مع هادي، وكاين اللي ما كتكونش عنده، كتكون مثلا عنده غير هادي، بحال دابا انا عندي هادي بوحدها وما عنديش باش نشد الكاسيطة. فالادوات اللي غادي نحتاجو اليوم هما قطعة ديال الحديد بحال هادي عادية، شوفوا لي بيسور ديالها، اهم حاجة هي ان لي بيسور ديالها تكون قل من العرض ديال السلسلة، هذا هو اهم حاجه، ما تكونش عريضه بزاف. الطرف ديال السنسله، المهم الطرف ديال السنسله طوال، انا قسمته على جوج ونشرح لكم علاش قسمته على جوج. غادي نحتاجوا الاخوان ثلاثه الفيسات صغار بالكروات ديالهم، هما صغيرين بالكروات ديالهم. غادي تحتاجوا مشرقيقه ديال الحديد ستيل، وغالبا من الاحسن تكون ليبيسور ديالها قد ديال الفيس اولا كبر منه شي شويه، من الاحسن تكون قدو. وفيسوز الا ما عندكمش فيسوز راه تقدروا تطلبوا من اي سودور حداكم يتقبل لكم الحديده. المهم الخطوه الاولى اللي غنقوموا بها هي اننا غادي ناخذوا الحديده ديالنا وغادي نثقبوها بالفيسوز. هذه الخدمه هذه انا ديجا قمت بها باش نزرب، واحد جوج ثلاثة ديال الثقوب، الاول تقريبا على بعد سنتيمتر، الثاني على بعد 4 ولا 5 سنتيمتر، والثقب الاخير بعيد على الثقب الثاني بسنتيمتر، يعني تقريبا سنتيم، عاوتاني خليو 4 سنتيم وديرو ثقب وخليو سنتيم وديرو ثقب. ودابا غنشرح لكم شنو غادي نقومو، شنو غادي نديرو بهاد الثقوب وبهاد السلسلة. غنحيدو لينا هاد الفيسوز هادي وهاد لي ميش تاع الثقيب، حيت شرحت لكم هنا شنو غادي تحتاجوا بهم. العمليه سهله جدا الاخوان، كي خصنا ناخذوا السلسله ديالنا اللي كانت طرف واحد اولا هذا، نهرسوها نبريكيوها كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ ثلاثه ديال لي ليا اكستيريور، واحد جوج ثلاثه، وغيكون لداخل جوج ديال لي ليا انتيريور، واحد جوج، يعني في التوتال خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. كنعاود ناكد على هاد القضيه، 3 اكستيريور على برا و 2 انتيريور. غادي نشد هادو، هاد الحديده هادي الاخوان بطبيعه الحال من الاحسن اللي عنده قاعه الحراش ولا كذا يحكها تولي نقيه ويصبغها ولا يدير لها الفياب. المهم انا غندير لها بحال هكا حيت غادي نسيها قليل في غادي نخدم بها والسلام. هذا تيتوريال نوريكم كيفاش ديروا وتصاوبوها، ولكن اللي بغى يحلق عليها راه يحكها ويصبغها بومبه الصباغه ديال 10 دراهم الى اخره. غادي ناخذ الفيس الاول ديالي، غادي ناخذ هذا الطرف هذا اللي قلنا فيه 5 ديال لي لينك 3 اكستيريور، غندخلو من هنا وندير لي الفيس وندير لي كرو. بهذه الطريقه هذه الاخوان، وماشي ضروري نزيرو بزاف. تخي بيان، كيف ما غتشوفوا دابا الاخوان شنو غادي يوقع، غيوليو عند ثلاثه البلايص في كطيح السلسله، ها هما واحد جوج ثلاثه، ومالهم كيقدو يتحركوا اطروات واغوش، يعني كيف ما كان القياس ديال الكاسيطه كيجيو معاها. تخي بيان، بقى لينا دابا نلصقوا الجزء الاخير ديال هاد الاداه ديالنا باش تولي جاهزه، هو هذا. هنا تقريبا حاولوا تخليو في الجزء هذا واحد 20 سنتيمتر تقريبا، الشبر 20 سنتيم 18 سنتيم ما كيهمش هذا بزاف الطول ديالو. ناخذ الفيس الاخير ديالنا الصغير بالكرو ديالو،
هادشي كلشي راه ريكوبيراسيون. السلسله خديتها من عند سيكليس كنعرفو، قلت ليه لا عندك شي سلسله عيانه قديمه عطاني هادي، ولي فيس كانوا عندي ديجا، وهاد الحديده حتى هي كانت عندي. بطبيعة الحال الاخوان راه يمكن لكم تشريوها، راه سا كوت با غون شوز، زعما راه رخيصه، ولكن عاوتاني شي حاجه اللي تصاوبها انت ديباني بها راسك حتى هي كتبقى زوينه. هذا هو الاداه كيفاش جا الشكل ديالها. هذه الاخوان كيف ما شرحت لكم، من الاحسن اللي بغى يصبغها يحكا، انا راه غادي نيطوايها من بعد وغادي نصبغها. وهنايا هاد البارتي التحتانيه باش ما تبقاش تضر في اليدين، غادي ندير ليها، غادي ناخذ واحد رولو ديال السكوتش وغادي نبقى نضرب السكوتش هنا حتى تغلط شويه، و ميم طون تولي مريحه، تولي مريحه في الشده ديالها، يعني غتولي عندها يد ديال بحال ديال الكواتو، وغادي يولي الشكل ديالها بحال الاداه اللي كتباع في الانترنت، يعني نفس النتيجه. ودابا غادي نجربوها في البيكالا وتشوفوا واش كتشد الكاسيطه ولا لا. غادي تلاحظوا الاخوان بانه الكاسيطه باش كنحلوها كنحتاجوا ليها التولاده اللي وريتكم دابا، غير هو كيف ما شرحت لكم ملي غادي نجيو نحلو غتبقى تدور لنا في الخبو ومعمرنا ما غادي نقدو نحلوها، يعني كيخصنا شي اداه اللي نشدو بها الكاسيطه. وبيان سور الا شديناها بيدينا الكاسيطه راه ماضي غتفرعنا في يدينا. هنا في كيجي الدور ديال واحد الاداه، فكنجيب الويب ديالي كنلبسو السلسله بهذه الطريقه هذه وكنشد، يعني يد كنشد بها ويد كنحل بها. تخيل صافي الخوت هي تحلات، نكمل دابا غير بيدي. هاد البوشون هذا اللي كيشد الكاسيطه، نحيد الويب ديالي